يقول ما الحكم من إكثار ذكر بني إسرائيل في كتاب الله تبارك وتعالى؟ لأن الأنبياء أكثرهم من بني إسرائيل، والعلم عند الله، أكثر الأنبياء في بني إسرائيل وقصصهم كثيرة، وهم أفضل الشعوب كما قال الله تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وإني فضلتكم على العالمين. فهم أفضل الشعوب في زمانهم، ولم تفضلهم إلا أمة الإسلام، وإلا هم أفضل من غيرهم، وأحداثهم كثيرة، والأنبياء الذين حضروهم كثر، وكانت تسوسهم الأنبياء، فلأجل الاعتبار بما حدث لهم من الأمور.